فرس فهمت لسه واحد اللي جوا بس شير سكرين. ايوه شير، لا على الزرقاء، على الزرقاء اللي تحت. لكل كمبيوتر ل 3 ملفات هذول اللي طلعتهم. خلاص والتسجيل شغال. والبارتسبنت مش اللي أنا، كأنه بقول مش اللي أنا بارتسبنت، طلاب ولا واحد جاي، بسجلها بغض النظر. هاي اجا ميس حوامده، هاي اجت ميس. بسامة انا بحرك ايش؟ مين قال لك بحرك؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير يا ميس، اهلين. صبر. اوكي شغالين اوكي. يلا سلام. شكرا يا محمد، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. انت بخير دكتور؟ أه؟ كل عام انت بخير. مين بحكي؟ هيا ميس. وانت سالمة يا بنتي، كل سنة وانت سالمين. رمضان كريم علينا وعليك دكتور. كان المفروض نصومنا اليوم، بس سبحان الله ربنا مش راضي. هيا طلع. طيب في هذه الحصة المهمة تفاجأت بأخطاء قاتلة، يعني أخطاء بتسويها في الامتحان ترسب فورا. وأنا كنت سعيد أني لقيت الأخطاء هاي، يعني أحسن ما تغلط فيها في امتحان ميد تيرم. بالمناسبة الميد تيرم تم تعيينه وبعثت لكم اياه، اظن 13/4. اجى سؤال اثبت انه هاي الاقتران هاي مالها الها انفرس، يعني بدك تثبت انها 1 تو 1. طبعا هناك طريقتين لاثبات ال 1 تو 1، بس عندنا طالما انها تكامل فافضل شيء عن طريق المشتقه. فبطلع الاف برايم اكس، الاف برايم اكس بعوض في داخل الداله محل التي 2 اكس في مشتقه 2 اكس اللي هي 2. في بعضكم ناسينها، لاحظ 16+4 اكس تربيع هي موجبه دائما، مضروبه في 2 دائما موجبه فور اول اكس ان ار، وبالتالي f is increasing على ال r كاملة، يعني it is 1 to 1. للأسف في بعض الوظائف مكتوب ال f prime موجبة على كل النقاط اللي في الدومين، وكان الدومين ناقصه 1، يعني اتحاد فترتين، وبالتالي بيقول لك f increasing على كذا كذا. هذه غلط، لازم تكون على فترة حتى تطبق النظرية. طالما انكريز على كل الار اذا الاف از 1 تو 1، وبالتالي الها انفرس. مش طالب مني اطلع له الانفرس، فقط الها انفرس. طالب مني المطلوب الثاني معادلة المماس للدالة هاي. طيب شو بسوي؟ ميل المماس اللي المشتقة، في عندي قانون بعوض هاي، بلزمني اف انفرس الزيرو.
بحط F inverse 0 A يعني 0 تساوي F الـ A. هلا عندك التكامل من كذا لكذا، امتى بصير صفر؟ لما الحد العلوي هو نفس الحد السفلي، يعني 2 A تساوي 1 يعني A تساوي نص، وبالتالي F النص صفر يعني الـ A تساوي نص لأنها 1 to 1. فبحط F inverse 0 محلها نص، وبعوض بالF برايم at X تساوي نص. لما الX تساوي نص حطها نص تربيع ربع في 4 1 وزائد 16 17 جذر 17 في 2. هيا هذا ميل المماس. إذا Y ناقص نص اللي طلعناها قبل شوي تساوي الميل في X ناقص صفر. هاي معادلة المماس. طبعا هاي عليها ثلاث علامات وهديك ثلاث علامات. بده الكميات التالية بدون كالكوليتر. تانش لأن العشرة على القانون بعوض اي لأن العشرة ناقص اي قوة ناقص لأن العشرة على كذا زائد سنش على كش، والنص مع النص بطير. هلا اي قوة لأن العشرة عشرة، اي قوة ناقص لأن العشرة بطلع الناقص هاي فوق بصير عشرة قوة ناقص واحد يعني عشر على عشرة زائد عشر والجواب 99. عشرة ناقص عشر 99 بالعشرة على عشرة وعشر وبتطلع 99 101 بالضبط بدون آلة حاسبة. أسئلة من نوع تان سان انفرس كوسان انفرس وهكذا. اللمم هاي الطريقة الروتينية بسمي الزاوية هاي ألفا والزاوية هاي بيتا. هيا هاي ألفا وهديك بيتا. طيب هاي تكافئ صان ألفا ثلاثة أرباع، فبرسم مثلث قائم الزاوية في ألفا جيبها ثلاثة على أربعة، الجيب مقابل على الوتر. واضح؟ ثلاثة على الوتر، ومنها بطلع من الضلع الآخر 16 ناقص 9 تحت الجذر. هيو نفس الشيء بالنسبة للزاوية بيتا. وين راحت بيتا؟ لا مش هاي، تجاوزنا. كوسان انفرس في 14 بيتا. اذا كوسان بيتا قديش؟ 4 على 10 يعني 2 على 5. الجتا عباره عن ايش؟ مجاور على وتر. هاي 2 مجاور والخمسه وتر. بطلع حسب نظرية فيثاغورس الضلع الثالث 25 ناقص 4 تحت الجذر 21. هلا بطبق القانون تان الفا زائد بيتا يساوي تان الفا زائد تان بيتا على 1 ناقص تان الفا تان بيتا. هاي بدك تكون حافظ قوانين. التان الفا من هون ظلها 3 على جذر 7، ظل بيتا من هون المقابل على المجاور هيه على 1 ناقص تان الفا تان بيتا، وبسط المقدار بيطلع هيك بالضبط بدون استخدام آلة حاسبة. عليها علامتين طبعا، بجوز بالميد تيرم يكون اكثر لانه في شغل والله فيه. واضح؟ حتى لو يجيك تان 2 سان انفرس ثلاث ارباع، لا السان انفرس ثلاث ارباع هي اللي بسميها الفا، وبستخدم تان 2 الفا يساوي 2 تان الفا على 1 ناقص تان تربيع الفا. هاي ساين 2 كوسان انفرس اكس دي اكس. هاي من الاسئله المهمه جدا، انه ساين لما تتخربط مع كوسان انفرس بيطلع الاقتران عادي، اقتران عادي يمكن اختزاله. سمي كوسان انفرس اكس الفا
هيا يعني كوسان الفا اكس. رنيم اجت وينك يا رنيم؟ طيب سعاد الشخصير واي ادمت لسعاد. طيب فقلنا هاي يجب اني ابسطها بسمي كوسان انفرس اكس الفا يعني كوسان الفا اكس. فهي دكتور اثنين الفا دي دكتور اكس. يا ابنتي دكتور انا سعاد شخشير. بعرف بعرف كتبتك. دكتور في وحده اسمها رنيم بدها تدخل وانت مش قابل تعملها انفايت. شو اسمها؟ رنيم. رنيم رنيم عادي تقبلها دكتور؟ سويت لها انفايت يا بنت رنيم. محمد محمود قبلك سويت لها انفايت. طب يلا اوكي لانها بعتت لي انه مش داخل معها. انا شو قصدي تبعت لك تبعت لكيش ما ليش علاقه. وديت لكم وديت لكم الرابط وانتم دبروا حالكم انا مش فاضيكم ان شاء الله دكتور. هاي بصير ساين اثنين الفا استوعب لانه المترم على الابواب بصير ساين اثنين الفا دي اكس. لا يجوز انك تكامل هون الفا هون اكس. للاسف في طالب امبارح وديت لها الاسئله خبصت قال تكامل صان 2 الفا كوسان 2 الفا على 2. طب ولك ما انت هون التكامل بالنسبه للاكس ما بصير تكاملي بالنسبه للالفا. واضح؟ هاي مصيبه مصيبه. حتى تكامل دي اكس لازم يكون هاي باكس مش بالفا. صان 2 الفا قانونها 2 صان الفا كوسان الفا. وبرجع من المثلث قديش الجيب جذر 1 ناقص اكس تربيع على 1 والجذع اكس على 1 اضربهم بعض بيطلع الجواب بالتالي. يعني صان 2 كوسان انفرس اكس هي 2 اكس في 1 ناقص اكس تربيع قوه نص. هلا بدي اكامل هاي. شو مشتقة 1 ناقص اكس تربيع؟ ناقص 2 اكس هي موجوده. يو قوه نص دي يو بتصير يو قوه 3 انصاف على 3 انصاف وفي عندك مشتقة الناقص اكس تربيع ناقص فبطلعها برا وبعوض من صفر لواحد ثم بعوض بيطلع الجواب ثلثين. واضح؟ هاي مهم جدا. الاسئله زي هيك مهمه جدا فيها فكرتين. فكره انك تتخلص من هاي من الصان والكوسان انفرس هاي الخطوه الاولى والخطوه الثانيه هي التكامل. طيب سؤال زي هذا اعطيتك اياه بزوم احدى الزومات ساين وهون ساين وكوسان حتى القوه ممكن احطها 40 40 40 ما تفرق. العلاقه بين الساين والكوسان انه الجيب سين هو جتا 90 ناقص سين فالجواب حتى لو كانت قوه ان 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 بيطلع سي 2 يعني باي على 4 نحلل سابقا بيستخدم التعويض باي على 2 ناقص اكس تساوي تي فبتحول الساين لكوساين والكوساين لساين المقام يبقى كما هو ولكن البسط بصير كوساين قوه 20. اذا التكامل بساين قوه 20 هو نفس التكامل كوساين قوه 20 اجمعهم مع بعض بطلع عندك 1 دي اكس وتكامل 1 دي اكس من صفر لباي على 2 باي على 2 تساوي 2 اي وبالتالي الاي الواحد يساوي قديش باي على 4 دي اكس على سنش زائد كوش. هاي بداش لا باي بارتس ولا بطيخ. السنش والكوش هي اي قوه تي وتي عندي هون قديش 2 اكس قوة 10 العشرة برا. هلا اي قوة 2 اكس 10 بصير حاصل ضرب 2 في 10 20 اكس اطلع على فوق بصير ناقص 20 اكس. تكامل اي قوة ناقص 20 اكس هي اي قوة ناقص 20 اكس
على ناقص 20 وبعوض بطلع الجواب B. هاي إيه قوة، للأسف الطباعة ما قدرت أطبع صان إنفرس لأنه كل ما طلعت لفوق بصغر الخط، فكتبتها آرك ساين إكس اللي هي نفسها ساين إنفرس إكس على 4 ناقص 4 إكس تربيع، طلع الأربعة برا بتطلع 2، ومشتقة الساين إنفرس إكس هي 1 على 1 ناقص إكس تربيع، يعني بصير إيه قوة يو دي يو، هيا حيث أن اليو ساين إنفرس إكس كامل إيه قوة يو، بصير إيه قوة يو نفسها. أول طبعا حدود التكامل يجب أن تتغير، أما الإكس صفر ساين إنفرس الصفر صفر، ولما الإكس واحد ساين إنفرس الواحد أديه باي على 2، فالجواب بطلع دي none of the above. طيب سؤال 3، دي اكس على ساين اكس ناقص ساين 2 اكس، الساين 2 اكس هي 2 ساين كوساين. ما له الصوت هذا، ليش طالع الصوت؟ بضرب بسط ومقام بساين اكس، شو بصير؟ بصير الساين تربيع هي 1 ناقص كوساين تربيع، وهاي بكوساين وهاي مشتقة الكوساين، فبفرض اليو تساوي كوساين اكس، فالديو هي ناقص ساين اكس دي اكس، وبعوض طبعا 1 ناقص يو تربيع هي صارت ايش؟ بولينوميال على بولينوميال، بحلل الواحد ناقص يو تربيع بتتحلل 1 ناقص يو في 1 زائد يو، وهاي محللة خالصة من الدرجة الأولى، وبصير A على U ناقص 1 و B على U زائد 1 و C على 1 ناقص 2. طبعا بطلع ال A وال B وال C هيهم، وبكسب خطوة التكامل، هاي بصير A لن U ناقص 1 وهاي B لن U زائد 1 وهاي C في لن 1 ناقص 2 U على ناقص نص، طبعا زائد ايش؟ ثابت اخر. وهاي طريقة حساب الثوابت. سؤال اكس دي اكس على 4 زائد اكس قوة 4، بنلاحظ الاكس البسط هاي هي مشتقة الاكس تربيع، فسمي الواي اكس تربيع، بصير دي واي 2 اكس دي اكس، عوض بصير عندي نص 1 على 4 زائد واي تربيع دي واي، وهاي هي ارك تان ويسبقها نص 1 على A واي على 2 على A، برجع الواي لأصلها هي اكس تربيع. هذا السؤال حليناه سبق به، هذا السؤال بالتعويض هي حاطط لك اياه باي على 2 ناقص هاي، بتحول الساين بصير كوساين وهكذا، هذا انحل. بالنسبة لهذا السؤال، هذا السؤال من الورك شيت، بس أنا دبلجت السؤال. صورة أختي رند، احكي لي. طب أختك مين بتشبه؟ بحكي لها بتشبه خالتي بصغير. يا بنات بس حكي بحكي لا بش... بنات الدنيا رمضان بلاش الواحد خلينا بتشبه أمك مبينة لما شافت صورك، فإجيت قلت لها وأختي بتشبه خالتي الصغيرة، ما هي خالتي أحلى من إيه؟ أنا أحكي لها هيك بارتيسيبنت سعاد أربعة رنين ميس هيا 2 4 أوكي 4 اللي موجودين أوكي. طيب أوكي ماي سعاد سعاد أوكي
اوكي طيب بنيجي لهاي. هذا السؤال بالورك شيت اظن ثلاثة، بقول لك اذا كان تكامل صان اكس تربيع دي اكس تساوي اي كابيتال، فاحسب تكامل اكس تربيع كوسان اكس تربيع بدلالة اي. طبعا عدد دبلجة السؤال وقلت لك اثبت انه تكامل هذا كله يساوي صان اربعة. كيف اسوي؟ هاي نص صان اكس تربيع، تكامل اول زائد تكامل الثاني. طيب هلا صان اكس تربيع بشتغلوا على الباي بارتس، بشتغلوا على وين؟ على الباي بارتس. بسمي صان اكس تربيع يو وهاي دي في. طبعا صان اكس تربيع مشتقتها كوسان اكس تربيع ب 2 اكس دي اكس، والدي في تساوي دي اكس بتصير في تساوي اكس، يو في ناقص في دي يو، بعوض من 0 ل 2 0 ل 2. زائد هذا ما بصيبه. ليش ما بصيبه؟ لانه هون بيطلع معي مره ثانيه ناقص 2 اكس تربيع كوسان اكس تربيع بس مضروب في نص، فهذا مع هذا بنشطب. هيو شو بضل عندي؟ بضل عندي نص 2 سين 4 يعني سين 4 وهو المطلوب. للاسف في طلاب بالشعب 2 بقول لك سين اكس تربيع يا استاذ بتساوي نص 1 ناقص كوسين 2 اكس. غلط دكتور، انا هيك عملتها. هاي اسمها سين اكس تربيع الزاويه. القانون اللي براسك هو ساين تربيع اكس، التربيع للساين مو للزاويه. واضح؟ فلا تخربط بيناتهم. اخطاء شائعه مهمه جدا ارتكبت من قبل طالبين على الاقل، انه استخدم 1 على اي زائد بي يساوي 1 على اي زائد 1 على بي. هاي عمره ما بتصير بالرياضيات، ما بصير. وتم استخدامها 1 على ساين اكس ناقص ساين 2 اكس، قال لي 1 عشان اكس ناقص 1 عشان 2 اكس. طبعا هاي خطا كبير قاتل. الافضل انك تترك سؤال بدون حل على انك تبين سذاجتك باستعمال الاخطاء الشائعه. خلي بالك. وبعدين بكمل لي 1 عشان كوسيك 1 عشان كوسيك، تكامل هاي لين كوسيك ناقص كوتان، وتكامل هاي برضه لين كوسيك ناقص، وبقول لك والله بجيب علامه كامله. ولك وين الكاملة؟ إذا بلشت بسؤالك غلط بغلط بتاخد صفر عندي، صفر. أي من الأخطاء الهاي الثقيلة ما برحمك، ما برحمك، صفر. هاي بسميها كفر بالرياضيات، كفر. هاي واحد غلط خطأ قاتل. طيب اثنين، هاي علقت عليها سابقا انه الكوساين كذا كذا اي زائد اي تساوي كذا باي على 2، اذا اي تساوي باي على 4. الاجابات بي سي بي دي. طبعا سينش تي زائد كوش تي هي اي قوة تي، قانون. اذا هاي سينش كوش تساوي اي قوة 2 اكس، وكمل. هاي كيف حلها؟ زي ما قلت بنضرب بساين على ساين، فبتتحول لبارشل فراكشن، وحليناها سابقا. اخطاء اخرى شائعه ارتكبت، ساين اكس تربيع نص 1 ناقص كوساين 2 اكس تربيع. هاي غلط. الساين اكس تربيع ما بتساوي ساين تربيع اكس. هاي غلط، هاي لا تساوي هاي. هاي هي سان اكس الكل تربيع اللي القانون المطابقه بتاعتها نص 1 ناقص كوساين 2 اكس ضعف الزاويه، مش هاي، مش هاي، خلي بالك فلا تغلطها. اخطاء اخرى، جذر اي زائد بي بتوزع الجذر. اوعك، للاسف في طالبه وديت لها الحل امبارح مش من شعبتكم وغلطت الغلطه هاي. الجذر الاول 2 وجذر الاكس تربيع اكس، وصار التكامل ما شاء الله
يعني اللي تعلمتوه بالتكامل راح هباء منثورا. لما تشوف السؤال سخيف لهالدرجة هاي اعرف انه في عندك اخطاء شائعة. هاي علامات الكويز اللي هاي 5-3-2 مجموعة 10، وفي كوزات سابقة 5-5، سعاد شخصي للأسف 0-0-1، المجموع 1-0-0 برضه. مؤمن علاونة 3-3-5 وهو غايب للأسف. ميس حوامدي 3-0-1 مجموعهم 4، كوزات سابقة 3-2. قتيبة العمرية كل صفار ما شاء الله، وبهاء رشايد كل صفار وهو 0 غياب. المحروم فايز مطيري وسيف مطيري، هذول محرومين. يوسف بادي 0 غياب، أكثر كل صفر. الأربعة 13/4 امتحان الميدتيرم الساعة 2-3، موعدكم مع الميدتيرم 30%، خلي بالك. واضح؟ اللهم أني قد بلغت. بضل القاعة القاعة بس يتوزعوا بعطيك إياها. الأربعة 13/4 الامتحان الساعة 2-3. هاي الأخطاء الشائعة. إكس تربيع تساوي، هاي حل طالبة يعني، حل طالبة. شو سوت لي؟ قال 25-X تربيع تساوي 5-X لكل تربيع. الله يعطيها عافية، من فين جابت هاي؟ مدارس ما بعلموكوا هيك. وبعدين التربيع مع الجذر التربيع راح، وصار السؤال ولا أبسط منه دغري. بس تشوف إشي صار بسيط جدا معناته أنا غلطت. إحنا أعطيناك طرق التكامل، هاي على شكل A تربيع ناقص X تربيع. بفرض X تساوي 5 سان ثيتا، دي X تساوي 5 كوسان ثيتا، بعوض هاي بستخدم المتطابقة، 1-سان تربيع اللي كوسان ثيتا، وهون كوسان صاروا كوسان تربيع، وفي عندي سان تربيع، إذن صار الجواب 625 سان تربيع كوسان تربيع من 0 لباي/2. طيب كيف بدي أكمل هاي؟ طبعا عندي القوة زوجية، إذن بحول لقانون ضعف الزاوية. السان ثيتا كوسان ثيتا هي عبارة عن سان 2 ثيتا على 2، مع التربيع بصير 4. هلا سان تربيع بحولها لقانون ضعف الزاوية مرة ثانية، بصير 0.5 كوسان ضعف الزاوية اللي هي 4 ثيتا. وهلا بكامل لما خلص القوة، بكامل تكامل الواحد ثيتا من 0 لباي/2 طبعا، ناقص ساين 4 ثيتا على 4، وبعوض بطلع الجواب 0 فوق وتحت. خطأ آخر، إكس تكعيب على هاي هوم ورك شيت 5. شو مسوية البنت؟ إكس تكعيب على 9+X تربيع، شو بتساوي؟ 3+X لكل تربيع. والله لو تغلطها عندي لحط لها 0 في كل الامتحان، في كل الامتحان مش بس السؤال هذا. إياك ثم إياك أنك تغلط غلطاتها طبعا، وما تبقى كله غلط. هاي إحدى التعويضات، بستخدم يو تساوي الجذر كامل، هاي واحدة من التعويضات. بدكش أنت حر، ممكن أستخدم إكس تساوي قديش؟ 3 tan θ. يعني التعويض ليس وحيدا، ممكن طلاب اثنين كل واحد يعوض شكل. بدك تخرج من المأزق، تعويض. ربع يو تربيع تساوي 9+X تربيع، اشتق يو دي يو تساوي اكس دي اكس. طيب ثم عوض، بصير هاي الاكس تكعيب وزعها لاكس تربيع في اكس دي اكس، هاي الاكس دي اكس محلها يو دي يو هيا، والاكس تربيع من هون يو تربيع ناقص 9 هيا، والمقام سميته يو
فاليوم على اليوم تنشطب بضل يو تربيع تكامل يو تكعيب على ثلاث ناقص تسعيو وبعوض حدود التكامل. سؤال آخر، X على جذر 6 X ناقص X تربيع رقم 8، هاي على إكمال المربع، أوعك تطلع الناقص برا ما بطلع، بضله ناقص جوا، هيو جوا جوا الجذر، وبغير الإشارات X تربيع ناقص 6 X، هايها كل الإشارات تتغير. شو بضل هون؟ بضيف مربع نص معامل X 6 على 2 3 تربيعها 9، بضيف 9. هلا لما حطيت زائد 9 ولكن برا ناقص، إذا كأني طرحت، فناقص 9 وزائد 9 تمام. هلا التسعة بحطها قدام ناقص هاي مربع كامل. هلا شو بسوي؟ الإكس ناقص 3 كلها معا تساوي 3 جذر 9 ساين ثيتا، واحد ناقص ايش تربيع اكس تساوي 3 زائد 3 ساين ثيتا، اشتق دي اكس تساوي 3 كوساين ثيتا دي ثيتا، وبعوض هاي الاكس هاي قيمتها وهاي الدي اكس هاي قيمتها، المقام 9 ناقص 9 ساين تربيع، التسعة بتطلع 3 برا وواحد ناقص ساين تربيع اللي هي كوساين تربيع تحت الجذر كوساين. طبعا لحسن الحظ الكوسان اللي فوق مع اللي تحت بروح، بضل ساين ثيتا زائد واحد تكاملها ناقص كوساين ثيتا زائد ثيتا، وبعوض الاصل. شو الاصل عندي؟ اكس ناقص 3 تساوي 3 ساين ثيتا، يعني الساين اكس ناقص 3 على 3، هاي اكس ناقص 3 على 3 هي جيب الزاويه المقابل على الوتر، وهون بطلع مين؟ الضلع الاخر على نظريه فيثاغورس. هذه لما ابسطها بتطلع هاي اللي هي هاي احد اضلاع المثلث، هو موجود عندك بالتكامل، تعرف انه في عندك صح. طيب تكامل الساين ناقص كوساين تكامل واحد دي ثيتا زائد سي، وبرجع الكوساين من المثلث المجاور على الوتر ايوه، وزائد الثيتا هي ساين انفرس الزاويه اللي جايبها X ناقص 3 على 3 زائد C بس. وركشيت 5 بيج 2 سؤال الرابع، A تربيع ناقص X تربيع على X. طبعا هاي بستخدم X شو بساوي؟ 1 ناقص إشي تربيع 1 ناقص ساين تربيع، إذا X تساوي A ساين ثيتا أو A كوسان أنت حر. فالدي اكس او اي كوسان ثيتا دي ثيتا، بعوض وبختصر الاي مع الاي طبعا، واحد ناقص ساين تربيع لي كوسان تربيع تحت الجذر كوسان، وبطلع الاي تربيع بتطلع ايش؟ مطلق اي هاي حل الطالب بالمناسبه. هون مهمة جدا، انتبه جيدا، هذا حل الطالب، عوض بالهاي ماشي حاله، بس الدي اكس خلاها الدي اكس ما عوض محله. بعدين شو بقول لي الطالب؟ هاي الكوساين على ساين تكاملها كوتان ثيتا دي ثيتا، هاي صح من هون لهون صح، بس تكامل كوتان ثيتا دي اكس غلط، لان كوساين هاي غلط، لانه كوتان ثيتا دي ثيتا هي هاي وليست دي اكس، واضح؟ فاياك انك تخربط بيناتهم، تحط مره ثيتا ومره اكس ومره زي ما بدك، لا. فبعد التعويض الاي تربيع تطلع مطلق اي، اذا كانت الاي موجبه بنحط ايش؟ اي. طيب كوسان تربيع على ساين ثيتا كيف بدي اكملها؟ بعوض عن كوسان تربيع بواحد ناقص ساين تربيع على ساين، وبفتت الكسر واحد على ساين كوسيكنت، وساين تربيع ساين ساين. هلا على فرض انه الاي موجب، على فرض انه الاي موجب، مطلق الاي اي هاي لين كوسيك ناقص كوتان، تا
تكامل كوسيك قوة واحد، هي معروفة أخذتوها في التوجيه حتى. وساين ثيتا تكاملها كوساين ثيتا، هاي كوساين ثيتا. وبرجع الجواب غير مقبول بالثيتا، الثيتا جبتها واسطة برجعها للأصل، برسم مثلث هاي ثيتا. شو اللي معروف في ثيتا؟ اكس تساوي ايه صار ثيتا، إذن الساين اكس على ايه، هاي الساين، الساين اكس على ايه المقابل على المجاور، وبطلع هاي من فيثاغورس، ثم بعوض بالاقترانات المثلثية. السؤال الخامس، دي اكس على اي اس في اي قوة 2 اكس ناقص 9 تحت الجذر. طالبتنا المعززة شو مسوية؟ الاي قوة 2 اكس ناقص 9 محلليتها اي قوة اكس ناقص 3 تربيع، يعني هاي لو اخذت الامتحان عندي صفر واحد ما بعطيها، كل اجابتها كلها اخطاء مكررة، نفس الخطأ مكرريته في كل المسائل. التربيع مع الجذر بطير، بيطلع عندك دي اكس على واي وكذا كذا، ومستخدمة البارشل فراكشن. طبعا لا يجوز عندك دي اكس وعندك واي، ما بصير. البارشل فراكشن لما يكون دي واي، واي في واي ناقص 3، اما بالوضع الحالي غلط. واضح؟ اذا حل الاستاذ هيو اللي هو حلي انا، طبعا بفرض اليو تساوي قديش، طبعا هون مش ظابطه معي فاستخدمت تعويض اخر، هاي اي قوه اكس الكل تربيع، فبستخدم اي قوه اكس تساوي قديش 3 سيك ثيتا، عشان استخدم سيك تربيع ناقص 1 تام تربيع. طبعا اي اكس دي اكس مشتقتها مشتقة السيك سيك تان، وبكمل وبرسم المثلث اللي هو سيك ثيتا مقلوب الكوساين اي اكس على 3، يعني الكوساين 3 على اي اكس، وهاي بطلعها من نظري فيثاغورس. طيب هاي حطيناها دي اكس 3 سيك تان ماشي الحال دي ثيتا، الاي اكس هيا في اكس من فوق طبعا بصير تربيع في 3 تان ثيتا، اللي سيك تربيع ناقص 1 تان تربيع تحت الجذر تان ثيتا، بختصر التان مع التان والسيك مع السيك تربيع، بضل 1 على سيك ثيتا، مقلوب السيك هي كوساين، وتكامل الكوساين ساين ثيتا، والساين ثيتا من المثلث هي الجذر التربيعي على ايش؟ 3 على لا اسف على اي اكس، لانه صان عندي صان المقابل على الوتر. وبختصر اذا حبيت تختصر اي قوه اكس دخلها جوات الجذر بصير اي قوه 2 اكس، بصير الجواب بالطريقه هاي. السؤال الاول، اكس جذر 6 اكس ناقص اكس تربيع ناقص 8، زي ما اتفقنا معامل اكس تربيع بطلعه برا، مش برية الجذر، لا برا بس بضله تحت الجذر، هاي الناقص، وبغير الإشارات اللي عندي اكس تربيع ناقص 6 اكس، لانه هاي زائد ناقص الناقص 6 اكس. هاي شو بدي حتى تصير مربع كامل؟ نص مربع نص معامل اكس، 6 على 2 3 تربيع على 9، هون بضيف التسعة حتى تصير مربع كامل، بس لما اضيف التسعة برا ناقص كأن انطرحت 9، فبضيف التسعة برا، 9 ناقص 8 1 ناقص كذا كذا في اكس. طبعا لما بدي اكامل 1 ناقص ايش تربيع؟ اللي 1 ناقص صان تربيع، اذا بسمي اكس ناقص 3 كله على بعض 1 صان ثيتا، برسم المثلث وبطلع الدي اكس تساوي قديش؟ كوساين ثيتا دي ثيتا. طبعا الطالب المبجلة، هذا حل الطالب، اكس في جذر ناقص اكس ناقص 3 تربيع، طبعا غلط، مفروض تضيف 9 ناقص 8،
وشو مساويه؟ فاك التربيع، جذر التربيعي، وهذا غلط طبعا، غلط كبير. طيب ثلاثة زائد ساين، وهون واحد ناقص ساين تربيع اللي كوساين، في كوساين، كوساين تربيع. كيف بدي اكمل هاي؟ بوزعهم ثلاثة كوساين تربيع وساين كوساين تربيع. هي هاي ما بخاف منها لانه فيها قوة فردية هون. مشتقة الكوساين ساين بالناقص طبعا، والكوساين تربيع قوة زوجية بحولها لقانون ضعف الزاوية، واضح؟ ثم بعوض عن الثيتا اللي اركتان ابصر اس سان انفرس يا ربي اكس ناقص ثلاثة، وببسط الجواب. اخيرا اكس زائد 2 على جذر اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 13. طبعا شو مشتقة الاكس تربيع زائد 4 اكس؟ 2 اكس زائد 4. بس اتذكر 2 بطلع عامل مشترك، شو بضل؟ اكس زائد 2 هي موجودة. طيب يعني التكامل مباشر على التعويض. لو كانت هاي اكس زائد 10 ساعتها بتغلبني شويه، اما اكس زائد 2 تعويض مباشر، ما بده طرق طويله غلبه، التعويض مباشر. واخيرا واحد على اكس تربيع زائد واحد الكل تكعيب. هاي اوعك تسويها على البارشل فراكشن، لانه هاي من اللبنات الاصليه، هاي بتنحل على ايش؟ اكس تربيع زائد ايه تربيع. حتى لو كان في البسط اكس او اكس تربيع، لانه هاي قوه قديش؟ 6، يعني معك لحد اكس قوه 5، لبنات اصليه. إذا بستخدم اكس او تان ثيتا، ودي اكس هي سك تربيع زائد دي ثيتا، بعوض هاي الدي اكس، وهي تان تربيع زائد واحد سك تربيع قوة 3 سك قوة 6. بختصر هاي معها بضل سك قوة 4 اللي هي كوسان قوة 4. هاي قوة زوجية للكوسان، بحول لقانون ضعف الزاوية مرتين، كوسان تربيع ثيتا الكل تربيع، فكوسان تربيع ثيتا هي 1 زائد كوسان 2 ثيتا على 2 مربعة، بصير تربيع هون بصير 4. بفك هاي 1 زائد ضعف 2 كوسان 2 ثيتا زائد كوسان تربيع، والكوسان تربيع أيضا بستخدم قانون ضعف الزاوية، ف2 ثيتا شو بصير؟ 4 ثيتا. طيب تكامل الواحد ثيتا، تكامل 2 كوسان 2 ثيتا سان 2 ثيتا، وهاي نص واحد نص ثيتا، تكامل كوسان 4 ثيتا سان 4 ثيتا على 4، وفي نص فوق هاي 8 صارت. وبرجع الثيتا لاصلها، اصلها تان ثيتا تساوي اكس، اذا ثيتا تساوي ديش؟ تان انفرس اكس. خلصنا. خلي بالك هون ثيتا وهون نص ثيتا، يعني ثلاث انصاف ثيتا. وهاي 2 سان كوسان، السان اكس على الجذر والكوسان واحد على الجذر، بصير اكس على واحد زائد اكس تربيع. هيا هاي طبعا هاي هيك مش مقبوله على فكره، بس انا كنت مستعجل. سان 4 ثيتا شو بساوي؟ تساوي 2 سان 2 ثيتا كوسان 2 ثيتا، يعني هاي بضلني اختزلها حتى تطلع سان ثيتا كوسان ثيتا، واضح؟ هاي غير مقبول، ما اعتقد يقبلوها، واضح؟ فانت بتشتغلها بالدار، بتحلها على قانون ضعف الزاويه زي هاي بالضبط. 2 سان ثيتا كوسان ثيتا، بعوض محل السان ثيتا ومحل الكوسان ثيتا، هاي بصير 2 سان 2 ثيتا كوسان 2 ثيتا. هلا الكوسان 2 ثيتا قانونها كوسان تربيع ناقص سان تربيع، والسان 2 ثيتا قانونها 2 سان كوسان، واضح؟ طيب
في مستند ناقص 12 10 على كل المستند اللي رايح من عندي هو أسئلة الامتحان ورك شيت 5 هيا أنا كاتب لك إياهم 6 7 كذا كذا هي الورقة كانت مطبوعة على أساس أنت تجربها بس أنا للأسف جربتها لأنه في أخطاء شائعة يعني الطالبة هاي امبارح في الليل حلت لي إياهم الساعة 2 بعثت لي إياهم كأنها حالة وهي نايمة ونراكم على خير وكل سنة وانتم سالمين رمضان كريم إن شاء الله بكرة إن شاء الله مش بكرة الاثنين بنبلش بالindeterminate form الصيغ الغير محددة اللي هي 0 على 0 هاي صيغة غير محددة زي اللي مش ساين X على X 0 على 0 انفينيتي على انفينيتي ايضا كميات غير محدده فهاي راح نجيها يوم الاثنين ان شاء الله وبنكمل يوم الاربعاء على السيكونسز وهي غالبا راح تخش في الامتحان ونراكم على خير باذن الله تعالى Yeah.